طيب دلوقتي ناس كتير بتسأل، هي الهجرة كان ليها سبب يا شيخنا؟ يعني مثلا واحد يقول لك لماذا فرضت الهجرة؟ الهجرة دي كان ايه السبب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان هو هاجر سافر من بلد لبلد يعني، ولا ايه الداعي للهجرة؟ هل كانت هناك اسباب؟ هل كانت هناك ضرورة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمام. هو في ناس كتير قوي بتفهم او بتظن ان الهجرة سببها الرئيسي هو اشتداء الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أي. ولكن حقيقة ده سبب جزئي. حتى هم صوروها في الدراما كده. بينما نعم. بينما السبب الرئيسي اللي احنا هنحتاج نقف عنده هو انسداد الأفق الدعوي في مكة. إنه ما بقاش في مجال إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة. أغلقت الأمور. أغلقت الأمور عليه، حتى إنه حاول محاولة قبل المدينة، حاول يخرج إلى الطائف. وكانت نفسه بتتقطع على المشركين ان هم لا يؤمنوا، فلا حتى ربنا قال له نفسه بتذهب حسرات، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم. وبدا واضح جدا ان الافق الدعوي انسد تماما، مفيش مكان. الايذاء مستمر من زمان، بقى لنا 10 سنين بنؤذى في مكه. أيوه. ما هاجرناش، هاجرت مجموعه عشان تعمل قاعده ثانيه في الحبشه، الهجره الاولى والهجره الثانيه للحبشه. لكن لما انسد الافق الدعوي تماما امام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة هذه لحمه ودمه، الله كان لا يتركها، الله عليه وسلم، كانت هي كل حياته. فلما انسد الأفق الدعوة عند الحتة الصغيرة دي، فضل. الموضوع ده يعني بصراحة أنت زي ما قلت الموضوع ذا شجون عن الهجرة، بس كل كلمة لازم نقف عندها شوية. قلت الدعوة كانت لحم النبي ودمه، طيب هو احنا المفروض تبقى الدعوة برضو لحمنا ودمنا، ولا ده النبي صلى الله عليه وسلم واحنا ملناش دعوة؟ احنا ماشيين وراه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. لازم. نعم. الدعوة تبقى على مسار حياتنا، وانا بركب في المواصلات بدعو، وانا مع زمايلي في الشغل بدعو، وانا في كل مكان، وانا في الشارع، انا حتى بسلوكي وانا صامت خالص دعوة. الله. فاحنا محتاجين ندعو في كل اوقاتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كده. صلى الله عليه وسلم. لسه كنا بنتكلم عن الطائف، وهو في اشد الصعوبات الطائف، ويضرب بالحجارة ودماء وكل ده تسيل منه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. ومع ذلك لا ينسى الدعوة. يجي له غلام نصراني يقول له انت اسمك ايه، انت منين؟ انا من نينوى، ده بلد اخي يونس ابن متى، ويدعوه ويسلم عداس. الله. ما يتركش الدعوه، مع ان السيده عائشه لما سالته ايه اصعب يوم مر عليك، قال لها هو يوم الطائف ده. يوم الطائف اصعب. نعم. قال خرجت وانا هائم على وجهي، فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب. 35 كيلو متر من الطائف. أيوه. ماشي مش عارف هو راح فين. يا الله. لم استفق، يعني كان في شبه غيبوبه كامله لغاية ما وصل قرن الثعلب. أيوة. ومع ذلك في أصعب يوم، في أشد يوم، لم يتخلى، يدعو عداس. تعال نرجع نشوف الملابسات اللي اكتنفت موضوع الهجرة أو قبيل. نعم. الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم الأفق انسد، مات أبو طالب، ماتت السيدة خديجة، السند الخارجي والسند الداخلي والإيذاءات، وحاول كتير جدا مع المشركين ما فيش. أوه. لدرجة أنه في حديث ابن مسعود في البخاري لما أوزي كان يصلي عند الكعبة، فأوزي وبالغوا في إزائه وكانوا يتمايلون ضحكا، فنظر إليهم. واسمع بقى كلمة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش مدة ال 12 سنة اللي فاتوا أو ال 11 سنة اللي فاتوا. ما عمره دعا الدعاء ده، وما عمره دعا على حد. أيوة. خلص صلاة وبعدين نظر إليهم وقال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثلاث مرات سماهم. ثم سمى بقى بعد ذلك، سمى سبع أسماء، حتى ابن مسعود عد ستة ويقول نسيت السابع. اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبو جهل بن هشام، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بالوليد بن، عدهم ستة أسماء. حتى أن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول والله لقد رأيت الأسماء التي عد رسول الله صرعى في القليب، قليب بدر، نايمين جنب بعض. والله كنت لسه أسألك، أقول لك عندما يسمي النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بعينه وادعو عليه، ده مصيره يبقى إيه ده؟ وبعدين. خلي بالك وما ينطق عن الهوى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كل حديث وحي، فخلاص ألهم أو نفث في روعه أو أوحي إليه بأي شكل أن هؤلاء لن يسلموا، هؤلاء أغلقت، وإلا بيدعى عليهم، أغلقت قلوبهم عن الإسلام تماما. فانسد هنا انسداد تام للدعوة، فندور على مكان تاني بقى عشان الدعوة مش عشان نستريح. طيب قبل ما نروح